مكان الست؟ موجودة برا، أنا قلت أدخل الأول أديك الحساب عشان ما يبقاش قدامها. كلك مفهومية. مش هتعدهم؟ الدار أمان يا معلم زيزو، خليها تتفضل. ماشي. أدخل. فاكر الحكايه كده؟ امال كنت فاكرها ايه؟ امال احنا مديناك الفلوس دي كلها ليه؟ يا حبيبي انا كنت فاكر انها موافقه. لا انا مش موافقه، والله العظيم ما موافقه. بس يا بنت الكلب، بس ما صحش الكلام ده، ما صحش الكلام ده تعمله هنا. قولي لي يا بنتي، انت في الشهر الكام؟ الرابع. يعني في الرابع؟ طب لو سمحت بقى خدوها واطلعوا بره. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ طب ايه؟ بس يا زينب خلاص، انا هعمل لها العمليه. ايوه بس بعد ما اخلص تشيلوها على طول، ما تقعدش في العياده. وخلي بالك دي في الشهر الرابع، يعني ممكن يحصل لها حاجه. الاعمار بيد الله ومحدش بيموت ناقص عمر. انا هاخد 10 كمان زياده وتراضي زينب. ماشي وعناية يا زينب. انا هاخد الفلوس في الاول قبل ما احط ايدي في اي حاجه. لا يا حبيبي، هتحط ايدك الاول، بعد كده انا بنديك الفلوس زي بعضه. خش. لو سمحتوا اطلعوا بره ونادوا زينب. تعال. سيدك يا بنتي، ابو سيدك سيبنا امشي. ما تخافيش يا بنتي، بس واضح ان الناس دي مش هتسيبك ولا تسيبنا لما ننزلهم. عشان كده انا عايزك تساعديني عشان ما يجرالكيش اي حاجه. ماشي. انا هندهلك زينب دلوقتي، هتاخدك تستحمي وتتشالي. اتفقنا؟